نطمح في وزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات وبقية الشركاء في القطاع الحكومي والقطاع الخاص إلى جعل سلطنة عمان جاذبة للتقنيات وللشركات النوعية في مجال التقنيات المتقدمة. عمان has been a country that is geopolitically on the neutral basis, so this is a perfect fit in a dynamic area. There are a lot of Omani youth which are going towards the high tech, and semiconductors is the backbone of high tech, and Omani youth can play a great role in that one. There is a desire and there is a fire in Oman also. مجال أشباه المواصلات بيعتمد بالدرجة الأولى على القدرات البشرية، وده من أهم الأشياء اللي عمان لازم تركز عليها في التعليم والتدريب بعد الجامعة.